الأرض يثري في عروق مسرى نور الشمس في وقت الشروق حب هذه الأرض يثري في عروق مسرى نور الشمس في وقت الشروق معللا روحي فداء للكويت وعد حر في الملمات صدوقي وعد حر في الملمات صدوقي وهذه الأرض يثري في عروق يا حياكم الله مشاهدينا وليله جديده من ليالي خلف المجهر. حياكم الله. الليله مثل ما وعدتكم راح تكون معي الفنانه ياسا. مساك الله بالخير ياسا، يعطيك العافيه. لك الله بالنور. نعيما يا هلا بهالزول. شلونك؟ تمام الحمد لله. شو رايك بهذه ياسا؟ شو بيها؟ خلف المجهر شو بيها؟ شغاله ها؟ بيت حق بعد شوي. كل يوم اتنرفزني تنرفزني. لا شنو مشكلة خلف المجهر؟ وايد ناس يقولون عبد الله قبل انتحاش سالفة الخطوط الحمراء. ايه لان في ناس حياتهم خط احمر فانت قاعد تدز الخط الاحمر. زين؟ ما نبيه ما نبيه. لا شوف الخطوط الحمراء ياسر تدرين يعني الناس مهما كان اوكي يحب يعرف يعني مثلا عن خصوصية انسان مثلا يعرف شنو اخباره شنو هذا بعدين يعني تدري احنا في وقت خاصه مجالنا مجال فيه اشاعات فيه كلام زايد لذلك احنا يمكن خصصنا هذه الفقره فقره الخطوط الحمراء عشان شوي تعطي متعه وسسبنس حق المتابعين بس لا اكثر ولا اقل. لكن بالنهايه انا دائما كنت اقول ياسر لك حريه الراي في انك تردين او ما تعلقين على الاسئله اللي تجيك في هذه الفقره. لكن الفقره هذه طبعا جايه الحين احنا بندردش بنسولف احنا ربع. الفقره هذه كلها نو كومنت نو كومنت نو كومنت. بس ما قلتي لي ايش رايك؟ نعيما ها؟ ايه نعيما يا معود الله يحفظك. إيه؟ امس قسم بالله قاعد اطالع كومنتات واحده كاتبتي شنو اليفه؟ والله قسما بالله العظيم كاتبين اليفه يعني زي شو يسمون اسوي؟ بالذمه علق. شوف انا توهكت براس عيالي اصبر طلعت ماكينه اوكي فكنت الحلاقه طلعت ما من وين طلبتي ماكينة حلاقة؟ الغانم. وليش ما طلبت؟ لا والله ابو تيكي. والله ابو تيكي حرام عليك ياسا ياسا ازعل منك والله. ابو تيكي حالك رايح ابو تيك عندي 50 ماكينة قسما بالله. صدق؟ والله ما ادري. والله العظيم والله كاين عندي قبل يومين نزل ماكينة يسمونها 100 هذه مالت الاحتفالية 100 سنة جبارة بس بروفيشنال واليوم نزل ماكينة يابانية اليوم شايف فيها الحيتي. قسم بالله اعطيك الشعر تتحدد والله العظيم والله. طبعا وايد ناس اليوم تشرب هذا فيتامين سي يا جماعه انصحكم فيه يوم وترك وان شاء الله اموركم طيبه. طلبت ماكينه بعد ما اللحيه وامسك راسهم وطقه مو قرعه اخر شيء بتلموس ما ادري ايش اسوي لهم. الف هي ما صورتيهم؟ لا صورتيهم لا. سناب؟ لا سناب؟ لا لا حقي. بعد شو اسوي؟ زي سويتي؟ ياسر خلينا ندردش شوي شوي عن اعمالك ما اعمالك والله العظيم مو مجامله وايد ناس ناطرين يعني اعمالك ومتشابقين يعني ياسر انت من الناس اللي فعلا تركتي بصمه من مسلسل زوارد خميس الى يومنا هذا كل مسلسل انت تقدمينه ياسر لها كاركتر معين وياسر لها حدود معينه في العمل يعني ياسر ما تنحط في اي مكان. ياسر هذا مكانه ما في يعني المنتج او المخرج لما يبطل نص ويقرا يقول هذا ياسر ما في غيره يعني شوف احنا الممثلين الشباب لا عادي تلقى مثلا شخصيه مثلا جاسم تلقين يما حاطين حسين المهدي عبد الله بهمن حسين طليحي في اسماء تسلسل عماني في تسلسل اسماء يم بعض عادي اربع شخصيات على شخصيه واحده ويتم بعدين اختيار واحد بس ياسر ما في مفقد لا في في من من البنات من جيلك يعني تشوفين ينافسونك منو اعطيني من جيلي انا اقول لك منو؟ في الدراما في الدراما صوتي بعيد منو؟ صوتي بعيد؟ لا لا صوتي بعيد انا قاعد اسمع قولي
في الدراما يعني ما احنا متجهين صوب الكوميديا، الكوميديا طبعا في لا الكوميديا في شعيب في 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 لا ما وايد. فصلنا عن ياسر، راح نرجع نكمل مع ياسر وناخذها مره ثانيه، يعني نتواصل معاها مره ثانيه، تحط الحين بعد شوي الجست. بس لا تنسون متابعيني كتبوا كل اسئلتكم، وانا احبكم ومشكورين على دعمكم وتواصلكم معاي في فقرتي او برنامجي خلف المجهر. وقلت لكم فقره الخطوط الحمراء ما حد يزعل منها الكل، يمكن هذه ياسر رجعت معاي اعطتني اوكي مره ثانيه. يلا ياسر يلا ان شاء الله هالمره يكون اللايف مضبوط. ها ياسر ياسر اعطيني من بنات جيلك، قلتي بنات جيلي في خلينا بالكوميديا، كلميني دراما، قلت انا دراما ما في احد، منو بالدراما عندك؟ منى شداد. ها؟ منى شداد. منى شداد نو بس ترى راح اقول لك شيء لحظة. لا منى شداد شوفي، منى شداد وايد فيها طابع كوميدي اوكي، بطلة بالدراما منى شداد استاذه وصديقه وعزيزه واخت، بس منى شداد مو الادوار اللي تاخذينها، يعني انت دائما تاخذين ادوار الام الكبيره اليد، هذه الادوار تتقنينها انت، ملامحك تعطي، ما في انا قلت ما في ياسر غير ياسر، يعني منى شداد السل وياها عرفتي، هم يعني هم يعطي اصغر، فهمت شو قصدي؟ اي ملامحها تعطي اصغر، صوتها نبرة صوتها، انت عادي تعطين دور حجيه، تعطين دور مره ام عيال عادي، يعني انت راح على اكثر من لون. منى تحتاج للتكبير، فهمت قصدك؟ بس يعني منى اصلا لو بغيت انا اسويها مره عيوزه، مره ام عيال جده، اقدر ابي لها محتاجه مكياج. صحيح. انت لا انا ما بغيت اروح امثل. ياسر انت هذا انت. قلت لك ما في، اعطيني غير منى شداد، من عندنا ما في. ضحكينا بطلة ياسر. انزين ياسر كلميني شو الاعمال الدراميه اللي راح تقدمينها ان شاء الله السنه هذه؟ هالسنه باذن الله عندي درويشيات. حلو. مع استاذ عبد الناصر. عندي كثرة الظهر. شو اسمها الثانية؟ الظهر. طب كسر الظهر؟ كسر الظهر. إيه؟ سمعت في المسلسل هذا، هذا من إنتاجه ومن أبطاله؟ إنتاج المعوشر، في بطولة الأستاذ عبد الله السدحان، الأستاذ محمد العجيمي. أيوه ليش أنا قلت سمعت فيه؟ لأن أنا قابلت عبد الله السدحان فعلا قال أنا عندي مسلسل اسمه كسر الظهر في الكويت، صحيح. إيه؟ صحيح. عندك في ذاكرة الظل. في ذاكرة الظل، أوكي. مع الأستاذ داوود حسين والأستاذ عبير الجندي. حلو، ما شاء الله ثلاث أعمال للحين ها؟ كملي، هذول الأعمال بس حق رمضان؟ يا بطلة يا أنت يا بطلة يا جميل أنت، أربع أعمال عسى الله يوفقك، عسى الله يوفقك ويبارك لك، والله ياسر تستاهلين، أربع أعمال بإذن الله متابعينا راح تكون حق ياسر بإذن الله، طبعًا ذكرت هالأعمال الأربعة، زين من الأربع الأعمال اللي قدمتيهم ياسر أي عمل حسيت إن هذا العمل راح يضرب من الآخر؟ قلتي هذا العمل قلتي أنا العمل هذا تحدى فيه ناس، أي عمل؟ صعب طيب عبد الله، احيانا في عمل تلاقيه وانت قاعد تشتغله وايد قوي وتراهن انه راح يضرب. شلون؟ وتراهن انه راح يضرب. ايه برمضان. ايه مو هذا هو، اي عمل حسيتي برمضان ويطلع ما حد درى عنه. صح. ما تقدر. ما تقدر. انا عشان جيت سالتك انت ما شاء الله مسوي اربع اعمال، نبي نعرف من اربع الاعمال هذول من العمل تحسينه قريب على قلبك وتحسين العمل هذا راح يضرب من خلال اخراجه، تشوفين مثلا اكيد الممثله شفت البرومو ماله مثلا، شفت اجواء العمل نفسها، اخراجيه المخرج نفسها. كسر الظهر. كسر الظهر. كسر ايه. الظهر ما تدرين على اي قناه راح ينعرض؟ محطات ايه هو اكثر من قناه بس للحين اللي علم القناه اللي عرفتها انها ابو ظبي. ابو ظبي بس في اكثر من قناه بس حق محطه واحده ما ادري. حلو حلو، هذه الاعمال ان شاء الله راح تقدمينها، طبعا من ضمن الاربع اعمال ما في عمل كوميدي من بينهم صح؟ كل اعمال دراميه. درويشيات. بس درويشيات ها؟ حلو. البث ياسر حبيت الكوميدي؟ شنو؟
ما اسمع. قلت حبيت الكوميدي، تاخر صوتي يعني ما يوصل لك. حبيت الكوميدي؟ ايه شفيك؟ ايه شفيك يا سبب ذبحك والله بطقك بهذا. لا راح نبلش نطق الحين، طول بالك عندك ساعه. والله ايه كنت سالقتني يعني بعرف انا شنو انت عاجبك العمل ومعاجب. سالتك قلت لك اعمال كوميديه هزت لك. شوف انا عموما اسمع اسمع خليني اقول لك الصدق. هو انا ثلاث اعمال دراما، اوكي؟ راح تلاقي في دراما وراح تلاقي في كوميديا، مو كلهم. راح تلاقي يعني كسرة ظهر، خاصة ان كسرة ظهر وراح الايام خطين مختلفين تماما، اوكي؟ لكن درويشيات هو كوميدي بحت. وانا ضيفة شرف ست حلقات درويشات. في واحد من الاخوان يسال من ضمن الاسئله يقول لك عليه قناه ما تدرين؟ الكويت. الكويت قناة الكويت. جود لك، ممتاز. زين فقرتنا الجميلة، فقرتنا الحلوة على الخطوط الحمراء للكل. دعوة ليش يهاب منها؟ دعوة الناس ما يهاب منها ويحترمها ويخاف منها. مستعدة؟ مستعدة حق فقرة الخطوط الحمراء؟ إذا احنا نقول لك واحنا أيضا مستعدين. عطني إضاءة. ودي أسوي لك أسويه بس ما عارفة شلون. 3 2 1. سويت مشكلة كبيرة في أحد المستشفيات في الكويت. كان معاك واحد من عيالك، كان الهدف من هذا اللي سويته كله زيادة عدد المتابعين، صحيح؟ أولاً أنا الحكي هذا من سنة وشوي. كانوا معي اثنين هم عيالي، ولأنه صار إن الدكتور مو راضي يفحص ولدي، فقاعد يحولني. هو أطفال، يحولني باطنية، ومن الباطنية حولني للنساء، ومن النساء رديت له على النساء. دكتور كان يعني مشكلات تبديل الأطفال، رديت له كان يصرخ علي طلعي برا ولا تجيني مرة ثانية.
انتهائك من مسلسل زوارة خميس. والله العظيم ربي اي ارتفع اجري و... وما قلت ما قمت ارضى الا بالثلاثين حلقة اشتغل و بس. ستوب يا جماعة بطل نتاك شنو؟ خلاص لا خلاص. أنا ما أشتغل كذي أنا أمشي يا سلام يا سلام على رأسي على راسي والله والحكي من شلون قايل على راسي جاي تكحلها عميتها ما شو تقول والحكي مو صح استغفر الله العظيم اول مره واحد او شخص او يضحكني بفقرتي هذه الخطوط الحمراء ولا بني ادم يقدر يضحكني. الله صفك. أحمد بالله العظيم. صفك. ضحكتك صفك. يلا صفك من قلب. كل ما قاعد تضحك. الأعداد قالوا كد كد. والله. بس بطل ياسر حبيبتي والله حبك والله أموت فيك يا بعد الله يحفظك إن شاء الله ويخليك زوجك وعيالك هذه شوفي فاطمة حمحسي قولي. صفك كثر ما ضحكتك ما لي شغل صفك اعداد خلاص لا تكسر هاللمبه بعد اللمبه واللمبه هذا الاكشن كذي برافو ياسر والله العظيم بطله فعلا فعلا يعني والله استمتعت معك يعني بالفقره هذه بس احنا ما خلصنا فقره ال لا ما وين شويه الحلقه احنا خلصنا بس فقره الخطوط الحمراء احنا رجعنا الحلقه العاديه الحين سوالف ياسر خلينا ندردش معك الحين طبعا اسئله الجمهور اللي الناس تكره وايد اسئله وكلها مدونه عندنا ومسجله يا جماعه لا تخافون
خلنا نتكلم جماعتنا يا شباب ويا بنات اللي متابعيننا عن اعمالك. يسالون ياسر هل في اعمال مسرحيه هذه السنه؟ وقعتي مسرح؟ لا. ندري في ظل وضع كورونا، لكن هل في سبق انه وقعتي عقد حق المسرحيه؟ لا انا ما اشتغل مسرح، وقفت المسرح. شو المشكله؟ وانا قلت هالحكي قبل هالمره، يعني سوري، انا درست 4 سنين تمثيل واخراج مسرح، اوكي؟ فمو تعبان 4 سنين واخذ الشهاده عشان اطلع على المسرح ينقال لي طولك ووزنك ولونك وهالسوالف. فما اشتغل. سياسه انت عندك يعني عندك خلفيه خلفيه وخبره بالمسرح وعندك جمهور يحبك، يعني عندك جمهور كبير يحبك. ما ادري انك انت شوف، انا بطلت المسرح الاكاديمي وبطلت المسرح الجماهيري، لان المسرح الاكاديمي قام يتبع خط المسرح الجماهيري. اوكي، لان انا اطلع المسرح بس عشان اللي قدامي يبي يضحك الجمهور، ايش قال طولك وايش قال قصرك وايش قال وزنك وايش قال لونك؟ لا، ما له داعي. ليش درست؟ ما تحبين تشاركين المسارح الكبار ان احد مثلا يضغطك؟ مو بس الكبار، حتى يعني سوري اغلب المسرحيات صار شيء ياسه، مسرح صغار بلاي باك مسجل ومناقز. انا شفت مسرحيه اطفال بس من زمان كانت لايف، الممثلين اشتغلوا، يعني العرض بدل ما يصير ساعه وربع ساعه ونص صار 3 ساعات، كنا مسرحيه كبار، والعرض كله بس كركر 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 كركر، اللي هو قط افيهات وطنازل. فانا اخر شيء اشتغلته كان ليلى والذيبين، مسرحية اطفال. بعدها ما اشتغلت. شو اسوي الحين انا بعمري؟ لا انت شفتي هذه شنو؟ ايه هذه ساعة هواوي موجودة عندي في البوتيك، انا عشان كذي تعمدت اوريك الساعة عشان لسبب او لغرض ما. الحين كل السليبرتي المشاهير بشكل عام، ياسة اللي مثلا بمطربين، فاشينيستا، بلوجر، ممثل، مذيع، مطرب، مش عارف ايش، الكل تقريبا وقعوا وياهم شركة بوتيكات على اساس يسوقون لهم المنتجات مالتهم. ما وقعتي مع بوتيكات، شنو كان السبب؟ انا سمعت ان عرضوا عليك لكن انت يعني رفضتي، قلت انا ما اعرف ابيع، مو بياع انا، هو مو بساطه تبيعين بالشارع، بوتيك هذا. انت من وين جايب هالمعلومات الغير موجوده بالواقع؟ من وين جايبها؟ بفهم انا من وين جايبها؟ يعني انت تقط السالفه وتعلق عليك تروح وتجاوب، بعد مو معطيني فرصه ارد عليك. ايش تبي؟ استغفر الله. لا ياسر انعرض عليك سؤال، تفضلي. يلا انا ما انعرض عليك بوتيكات، هذا اولا. شو انعرض عليك؟ من ينعرض عليه بوتيكات بس السعر رد يصير شيء ثاني. اما سالفه يعني كامام الناس تصريح، هنا انا عندي فريق بوتيكات، سمعي فريق بوتيكات متابعني، واخوي ابراهيم متابعني اكونت مانجر، والله العظيم متابعني ومتاكد من هذا الموضوع. الان امام الناس كلهم لو عرضوا عليك بوتيكات تكونين احد المشاهير اللي يعرضون سلعهم، راح توافقين يا ياسا ولا ما توافقين؟ بكل حادث حديث. لا قولي، عندك قاعد اقول لك عندي ناس متابعين من بوتيكات. اولا انا اكونتي متهكر القديم. مو مهم الاكونت. بالنسبة للمتابعين كانت أكثر. ما له شغل حبيبتي، ما له شغل، أنت ياسة ما مو مهمين نسبة المتابعة يا ياسة. ياسة مو مهمين المتابعين، أنا دائما كنت أقول حق الناس أقسم بالله العظيم أول ما طلع الانستغرام هيفا وافي كان عندها 200,000، عندنا ناس بالكويت ممثلات واصلين مليون، نعم يعني هل الممثل اللي بالكويت أشهر من هيفا وافي؟ مستحيل، بس هي الفكرة كانت شنو؟ في ناس تشتري، في ناس قديمه بالانستغرام، في ناس تسوي اكتيفيتي، في ناس مو مهتمه، يعني ابراهيم الحربي عنده 50,000. ابراهيم الحربي مو مشهور؟
ابراهيم الحربي ما حد يعرفه مستحيل ما مو لان مو اهتمامه اللي بيشوف ابراهيم الحربي يشوفه بالتلفزيون انا نفس الشيء عندي تقريبا 500 الف يعني انا اللي هو عنده اكاونت فيه مليون او مليون نشر مني قدمت عرب ايدل برنامج عربي على مستوى عربي كل الناس عرفوني فيه بس ما له اي علاقه سالفه ان انا مشهور ومشهور السالفه ما فيها ان اللي يحب مثلا عبد الله يتابع بالتلفزيون برامجه مسلسلاته في حد يطق عليك الباب استاذه شنو؟ ايه ايه استاذ وانا محروق دمي صار ساعه قاعد اسولف معاك وانت تطالعين الباب انا مركزه وياك اقول عندك زاويتين قاعد اسمع طططط الباب قاعد يطق انت لايف استاذه ايه رديت شو المشكله؟ شو المشكله؟ انا بيتنا مو بالتلفزيون بس انا قاعد اسمع ومو قاعد ارد عليك بلا قاعد تردين عليك زين في هالبرة اللي يقول خلاص شواش 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 هدي بابا خفيف خفيف على الراحة امبسبل اللي قاعد تسوي لك كلتيني اكل خلينا بالسوالف المواضيع الثانية الاخرى الاخرى مرت اللوخ نتعارك انا معك بعدين زين هل استمتعتي هذا طبعا من ضمن الاسئلة اللي موجودة في يعني من ضمن اسئلة الجمهور استمتعتي هل يعني في مع العمل مع الاستاذ الكبير هدى حسين في امنيات بعيدة ايه بس انا ايه طبعا لان انا مو اول مره اشتغل معاها لا بس هم حددوا امنيات بعيده ما ادري ليش شنو كان في هذا العمل وشنو كان دورك كان السنه اللي طافت رمضان اللي طاف وفي فتره كان قبلها جود ب 2016 كان جود مو اول مره اشتغل معاها بس دوري في جود ما يعلم مع الناس لكن دوري في امنيات كان معلم معنا. دورش في أمنيات ترك بصمة ممتاز حلو زين عندك عمل طبعا معاي أنا ومع الأستاذ الكبيرة حياة الفهد مع حصة قلم قلم شنو كان شنو كلمنا عن دورج شوية ياسر تضحكين ها شنو كان دورج وش راجب إخراج مناف عبدال لأنك لما قلت كان لك دور عمل معاي فكان أقول هالسنة أنا ما التقيت بعبد الله غير بالحضانة فما ما الحضانة إي صح صح بالعضانة حق عيالنا حق التلفزيون هذا الحكي ب 2018 صح؟ لا شو اسمه ال 18 شو اسمه حصة قلم برافو عليك ما اذكر 2018 خلصنا والله ما اذكر زين خلينا نتكلم عن دورك في حصة قلم شنو كان الدور وهل الدور عجبك يعني ارضى طموحك ولا لا؟ شوف الممثل سالفة انه دور يرضي طموحه شوي صعبة لا لأن كل ما يسوي دور يبي دور غيره كل ما يسوي دور يبي دور مختلف إن ما يكون عنده تكرار لكن صح. أكيد هو فونك إن أنت وقفت مع عملاقة حياة الفهد سوزان بعد 10 سنين أنا آخر مرة وقفت فيها 10 سنين إيه كان بالثمانية فهذا شيء طبعا يعني ممتع ممتع والدور اي جديد جديد زين ما بين الجد والجد والشر والدراما خفيفي زين ياسر حبيبتي مع يعني ظل زحمه الكتاب الان يمكن قاعد تشوفين فتره اخيره وايد صار كتاب عندنا شباب في عندنا كتاب قدم وزحمه صار صراحه يعني الكل قام يكتب والكل صار يقدم مسلسلات حق المنتجين والمنتجين ياخذون هذه المسلسلات سواء الكتابه يمكن تكون بعض الكتابه تكون روايه بالاساس كتاب مسوقه حق شركه مسوقه حق مثلا حق مكتبات بعد ذلك يتم عمل عليه معالجه دراميه وهالامور هذه ويصير مسلسل صح ولا مو صح؟ من هو الكتاب اللي يلفت انتباه ياسه وتحسين هذا الكاتب مثلا قاعد يترك بصمه وشغال صح وماشي بطريق مضبوط؟ من الشباب؟ يس او البنات كيفك اللي تبين؟ البنات انا يمكن راح اقول لك تواصلي مع الشباب اكثر من البنات. اوكي. لان راح اقول لك الاسامي اللي انا متواصله وياها فعليا يعني. يس. عبد المحسن الروضان. لان لما يقول ابي ياسر بهالدور فهو كاتب عشان ياسر. الروضان. علي الدوحان. لما يقول انا ابي ياسر بدور فهو كاتب الدور حق ياسر. يعني ويكلموني طبعا هو اللي علي الدوحان هو اللي كاتب حصه قلم كملي اي اي
وتو واحد يعني شاب كذي صار يمكن عملين، آخر شيء كان عافية الخاطر دل الرومي نفس الشيء. منو قلتي اسمه عبد الله الرومي؟ عبد الله الرومي. عافية الخاطر. عبد الله الرومي ما عنده أعمال وايد يعني، يمكن أو تو طلع يكتب. يعني مقارنة ب علي الدوحان أو علي فهد العليه، ولا يعني هو متأخر عنهم شوي. ولد شاب صح شغال على نفسه عبد الله الرومي، لكن يحتاج مشوار بعد طويل. عملية عملية نعرض له عملية. حلو. بس حلو. هذا من الشباب اللي قلتي الأعمال أو ذكرتي، طبعا بس الشباب ما ذكرتي البنات. بنات راح أقول لك شيء. مريم نصير. مريم نصير. مريم نصير. لأن كاتبة كلام أصفر. إيه خطها عاجبني، خطها عاجبني. في مريم نصير. مريم نصير يمكن الفترة الأخيرة قاعد نلاحظ، مو الفترة الأخيرة، من بداية تقريبا من كلام أصفر، هي طبعا شغالة على طول مع هي عبد السلام، دائما كلها مع بعض، تيم حلو صراحة. ايش رايك؟ في ذاكرة الظلم مو هي عبد السلام، بس الاغلبيه اقول لك يعني مثلا في اجنده مريم نصير كلام اصفر، في عندهم عمل الحين اسمه مو باترينا، ايش اسمه؟ ملكان شنو، منين جبت انا؟ زين ملكان، ما ادري ملكان، عمل هم حلو ويشوق. اشوف البوسترات هي قاعد تحطها مع فؤاد، شيء مرتب وحلو، هم بعد من مريم نصير. بترين من اللي تعال. زين فا ايه في كتاب قاعد يشتغلون على نفسهم والله ياسر. في بس انا راح اقول لك شيء، في عندنا مشكله ان المنتجين مو دائما يدور على التجديد. يعني في منتج يقول لك ابي عمل جديد، كلام جديد. يعني مسلسل كسر الظهر خط جديد مكتوب، كسر الظهر خطي. اوكي. المؤلف انا للامانه يعني ما قالوا انه هو كاتب شيء قبل هالمره، بس انا ما حضرت يعني. حلو. في واحد من ضمن الاسئله الموجوده هنا، اخ يسال مهتم بالكلام، يقول استاذ ياسر ليش ادوارك دائما ثانويه؟ ما قاعد نشوفك في ادوار بطوله واساسيه، متى يكون لك دور بطوله في اعمال اللي انت راح تقدمينها؟ معنى مسمى بطولة؟ شلون؟ وأنا جاوب. شنو معنى مسمى بطولة؟ الناس نظرتهم البطولة، البطولة المطلقة، يعني أن الكاميرا تدور على شخص واحد من بداية المسلسل إلى أن ينتهي المسلسل، هذا هو. سواء سخيف، والله العظيم هذا البطل، بطل المسلسل شنو؟ هذا قبل عادي كل سنة أقوى من أبو وايد. ما هذا هو، أنا بس يعني بس بسأل شيء ثاني. هل المقصود ان نشوف ياسه في هذا المقصود؟ اي يقصدون انه بيشوف مو ياسه في، يعني البطله الاساسيه، ممكن الكلمه ان تكونين انت الهد في العمل، دار الكاميرا 24 ساعه على ياسه من بدايه الحلقه الاولى للحلقه 30. ما ايد هذا الموضوع، وانا ما ايد، انا نفسي، لان انا ممكن 30 حلقه واكون هد، وسوري الناس تطالع تقول ايش قاعد تسوي هذا. وممكن أكون 30 حلقة مهد، بس أنا ثابتة بمخ الناس. الناس تنطرني أطلع على الشاشة. يعني هذا بالنسبة لي. يعني أنت مع الناس أو مع الممثلين يقول إحنا ننقي الكيف، ما ننقي الكم من خلال الأعمال. إيه. صح. أوكي. أنا طبعًا معاك وموافقك بهذا الرأي، لأن أنا أفلام السينمائية لمحمد سعد ما أدخلها إذا ما يكون حسن حسني استنيد ماله، لأن أنا استمتع ب حسن حسني. صح كلام ولا غلطان؟ ما اعتقد في احد عنده اعتراض. محمد سعد انا ما يضحكني، لما تحطيني مع حسن حسني ما يضحكني بصراحه. محمد مو بس محمد سعد، وايد افلام انا من وجهه نظري، مع ان اللي ينحط الاسم مو حسن حسني بال 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 بالبدايه، ما ينحط حسن حسني، ينحط ثاني اسم او ثالث اسم، لكن طول الفيلم تطلع اميره محمد تسلم عليك من البحرين، تقول لك مرت اخوك، ما ادري مرت ابوك، تسلم عليك. أمير راح تكون معنا باكر إن شاء الله، فنانة أميرة من البحرين، وحسون راح يكونوا معي باكر، ومو معصبة يا أمير، مو معصبة. كملي. لا كملي ياسر.
أنا اللي معصبة يا أميرة ولا أنت إيه؟ كملي. فأقول هو يعني حسن حسني أنت تقعد تطالع طول الفيلم، تنطره يطلع، تنطره يقول ها. إيه مو ضروري. فكانوا يعتمدون عليه بأدوار وايد. لو ممكن نشوف تبدأ ممثل زين. ايش رايك بالادوار المركبه؟ اعشقها. اعطوني دور مركب. وينه الحين؟ وين كل هو منو كل ممثله؟ والله كل ممثله اسالها هذا السؤال او ممثل اقول له تحب دور الجربان؟ شنو اللي طول الوقت قاعد؟ اي والله العظيم جد، والله العظيم في ناس ليه؟ شوق قال شوق شوق الممثله شوق كويتية كانت تقول لي، تقول عبد الله انا ودي امثل دور انا جربان وشي حق شعر وقمر وما ادري شنو. في وايد ممثلين يتعطشون حق هذه الادوار بس ما ادري ليش، شنو الهدف؟ هو نقص فيهم يعني؟ ما هو حسب الفتره الزمنيه اللي يطلع فيها جربان، اذا كان تراثي يمكن الماي مقطوع، لكن اذا معاصر هذا مصيبه. بعد جربان ممكن تكون حساسيه زايده. زين زين زين، في والله اسئله وايد وايد. شوف الناس يعني سؤال بسؤال، فريق الاعداد قايم باجر، لو تشوفين المنظر اللي ورا العبسه تصدمين. زين، لو تطلبك الاستاذه هدى حسين في عمل وفي نفس الوقت متزامن اطلبتك الاستاذه ام سوزان حياه الفهد في عمل اخر، مجبوره انك توقعين هذا العمل يكون حصري لشخصيه واحد او لمنتج واحد، تروحين مع منو؟ انتهى اللقاء، انتهى اللقاء، انتهى اللقاء. شوفي اقول لك بصراحه، نفس السؤال سالته الهام علي، قسما بالله قالته قدام الناس والمتابعين الحين راح يقول كلامها صح. الهام علي ايش قالت؟ قالت اللي يدفع اكثر. قلت لها قصبي ولا سدحان؟ قالت اللي يدفع اكثر. انت ايش رايك؟ اخذي نفس من ناحيه، اخذي نفس من ناحيه اللي يدفع، ها من ناحيه اللي يدفع غير نفس، من غير نفس حتى لو يقطع راح اقول هو من ناحيه يدفع اكثر، ما حد راح يدفع اكثر. شلون ما حد يدفع اكثر؟ ما يصير. شوف راح اقول لك شيء، لازم العملين لنفس المنتج ولا منتجين مختلفين؟ قاعد اقول لك حياه الفهد زين، مجموعه المنتج الفهد هي منتجه وهدى حسين منتجه. اي حلو، اوقع إيه؟ مع الاثنين ونسقون الدايم وخلص. قاعد اقول لك ما يصير تنقين حصري. امير محمد تقول فلوس طبعا، تعجبين اميره. اي قولي. ما هي صح طبعا. والله العظيم الهام علي قالت نفس الكلام، قالت يدفع اكثر. بس راح اقول لك شيء، اللي يدفع اكثر ودوره حلو يتوكل على الله. اللي يدفع اكثر والدور حلو يتوكل على الله؟ افرض افرض اللي دافع اكثر الدور مو حلو وهكتت صح؟ اللي يدفع اكثر دوره مو حلو؟ دوره مو حلو. على شيء يبني؟ دافع ها؟ ليش جايبني؟ يعيبك تشتغلين بعد شنو؟ جايبينك خلاص توكل على الله. بطله بطله زين، انا حل الدور. شوف السؤال الجامد، شوف السؤال الجامد، ها شوف السؤال الجامد. يقول لك لو كنت منتجه، منو الكاست اللي تختارين ابطال عمل؟ منو انت منتجه؟ ياسر منتجه، منو الممثلين اللي تختارهم من شباب البنات؟ والان انت قاعد تتكلمين كل الممثلين والناس والفانز راح يسمعونك. يلا قولي. شباب اي خلنا تعطيك كارتير. والله لحظة لحظة، هذا خوش سؤال، هذا كارتير عندي في البوتيك يا جماعة، خوش على الكورة. انت الحين مسوي لقاء ولا مسوي اعلان؟ انا بتاع كله. نضرب عصفورين بحجر؟ الخضر دخنة. يلا قولي. يلا منتجة. هو شوف منتجة بدون مجامله؟ والله العظيم لا تجاملين، انا اول واحده تجيبيني. يلا اعطيني. مرحيبك. ها؟ مرحيبك. قاعد اقول انا اول واحده تجيبني. مرحيبك انا. ما يصير. اعطيك
اطلعت هني وطلعت في الحضانه وطلعت في الانتاج وطلعت مسلسلات ما يصير عندك لود على ما اوه زعاد عيوت الحربي لود لود والله لود لود قاعد انت ما تسوى علي لا لا ما يصير انا انا ما انصحك يا دوسي فانزي منو عندك تبدل الريق بو بعد يلا 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 إيمان جمال ها إيمان جمال إيمان جمال حبيبة قلبي إيمان إيمان محترمة جدا فنانة بعد وهو مع لا ممثلة قوية على فكرة بس بعدها ايه. بعدها يبي لها يعني أعطيها فرصتها بعدها مخ تبي بناء شباب منو منو اللي منو اللي عقله وياه من المخ مربوش منو اللي عقله وياه ما في أحد عقله وياه أنا أول واحد خلاص لا تركز لا تركز ان شاء الله طال عمرك تفضلي زين الهام علي يا سلام ايه فنانه انت احنا كده ثلاث بنات وين الشباب مو لازم لا حق عور الناس مو لازم مسلسل سمينا بطوله ام الزلم يعني مو لازم أم البنات وأم الزلم ما نبي كذي حبيبتي نبي مسلسل يكون فيه أبطال شباب بنات أعطيتيني ثلاث بنات أعطيني شباب أوكي منو شباب أعطيك مخاف أكو ناس راح تزعل ما أنت قول أنت قاعد تقولش منتجة يعني أنت إن شاء الله تصير منتجة بس قاعد منتجة إحنا قاعد ندردش عادي يعني ده ليش ما قلت مؤلفة خليك من مؤلفة مؤلفة الحين يعني يقول لك ممثلين احنا اعطيتني ثلاث بنات هبه الدري الهام علي وايمان بعد ثلاث شباب منو عندنا؟ قول عندي اسئله وايد المهدي ها؟ في المهدي في المهدي اوكي حمد اشكناني اكتب السؤال حمد اشكناني يستاهل فنان اي يعقوب عبد الله حبيبي يعقوب حمد العماني زين حلو ايه أميرة محمد بعد بنات غصبا عليك تقول تشتغل أميرة محمد أميرة محمد هذه أول واحدة علشان بس تصبح بويها ومسي بويها يا حلو أميرة ايه هالبحرين ما تسأل عنهم هالبحرين تيبي تهطر شيء والله العظيم حلو يعني انت عندك انت اسماء شباب فنانين اوكي من جيل الشباب ممتاز ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله وتصير منتجه كبيره وتجيبيننا نشتغل كلنا عندك وانا عادي حتى تحطين الحارس مال شركه الانتاج ما عندي مشكله ايش اسوي وياك زين عزيز الله ايش دعوه نعم يا بعد عمر بديتك انت زين ياسر ايش رايك نبي تعليقك على تجربتك بمسرحيه شارع الحب مع الفنان الكبير داود حسين أستاذ داود حسين أنا بالنسبة لي هو أخو كبير ما بي أكبره وايد بالعمر بس أبو العمل معاه ممتع جدا 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 بشكل غير طبيعي ومن بعد ما يعني آخر شيء اشتغلته مسرح كبير ما حفظ الألقاب وما عندي استعداد إن أنا أخاطر واشتغل مسرح أكبر مع حسن لأنه يحترم لصغير كبير ولو لو لو قلت يعني في افه قاعد يقطه في طنازه ويد قلت له ابو حسين ما بها الافه يغيره وهذا من 2003 اول مره كنت انا متخرجه من المعهد جيت على الستيج قط افه كان اقول له ابو حسين مو حلو هالافه ما قالها اوف وانا توني طالع اول عمل لي مسرح حلوه ابو حسين مؤدب وخلوق والله انسان انسان يعني والله العظيم انا والله العظيم فعلا يعني قبل فتره شفت له فيديو منتشر في حمله تطوعيه قاعدين فيها يعني شوفي ما قال انا فنان ما قال انا راح على طول وشارك مع جروب من الشباب في حمله تطوعيه وصار يساهم وتدرين ترى شغله التطوع ترى مو سهله يا جماعه شغله التطوع ترى فيها خطوره عليك اليوم انت قاعد تحتك مع ناس تحتك مع عمال تحتك تدش بيوت كذا ما تدري يعني اليوم يمكن المكان اللي انت تروح له يمكن يكون موضوع لا قدر الله
لكن الله الحافظ بس ما قصر، مبادره حلوه منه هو الفريق التطوعي وكل شخص متطوع يعني قاعد يقدم شيء لهذا البلد، فعلا يستاهلون يعني صفقه وتحيه مني، يستاهلون. انت شلون تطوع وياك يا صراحه؟ قدمت على شيء بصراحه؟ والله دي من اول يوم، بس انا عندي مشكله. شنو؟ ما عندي خدامه، ابوهم مو موجود بالكويت، وعيال اثنين مسؤولين مني. الله يعينك. انا الاب وانا الام وانا كل شيء، ما اقدر اتركهم ولا اخليهم. ولا والله ودي من اول يوم انا ودي. بس مو قادر. جود. زين، في ظل اوضاع كورونا دائما انا السؤال هذا اسئله حق كل السليبرتي او الناس اللي قاعد تدخل معاي ضيوف. يعني شنو روتينك اليومي ياسر من اول ما تقعدين الصبح مثلا لين تمسين بالليل؟ اول ايام يعني اليوم مقلوب بدل القلب، قهوه تنام بالنهار وتقعد طول الليل، ومودنا انقلب ونفسيتنا صارت مو حلوه. وجد هذا انا يعني انصح الكل انه يبتعد عن هالموضوع، انه يعيش طبيعي، يقعد الصبح مو على بالنا عطله وماكو دوامات وليش نقعد نبكر وخلينا نسهر طول الليل. قمت الصبح شو بتسوي؟ هني السؤال، قمت الصبح شو بتسوي؟ قمت الصبح شو بتسوي؟ بسوي اي شيء. النتفليكس مرور طالعه بالليل، طالعه بالنهار. العب. اضحك. اوكي. ترى بالنسبه للطبخ الكل صار طباخ الا عبد الله الطليحي، يعني حتى عيال قاموا يطبخون الا عبد الله الطليحي. والله انا ذاك يوم هذا اللي يسمونه مو الستيك، هذا اللي الضلوع خلاص الريش حركته حرك، طلعته حطيت على دهن قام يترخ دهن يترخ، لا عاد كبد وكليته وصار ني، كان ارد ارجع بالمقله مره ثانيه زي ما حاشني ملاريا. عبد الله والله العظيم، واللحم ذايب والدهن وحط الجبنه فوقه وتشوف الجبنه قلبتها صرتان احترقت والمقله راح ترب وصارت ريحه بالمطبخ وامي قامت تصارخ وانا هدي امي وامي طاحت علينا وشلناها وجبنا الاسعاف، كل هذا سبب الريش، بس كله عشان الريش. هاي ما خلاص الله يرحم والديك، ما في الموضوع رجل يدخل مطبخ هذا يعني اكبر غلطه في التاريخ. مو شرط مو شرط مو شرط، في ناس شاطرين يتعلمون على فكره، في عندهم استعداد، ولما يطبخون لاول مره يطبخون طبخهم يطلع خطير، بس اذا واحد فوق راسهم يعلمهم. فلا تتصرف من كيفك وتلوع كبدي. ما راح اتصرف من كيفي. اسامه بن ناجي، اسامه ناجي راح يكون طبعا تحياتي لاهل العراق، تحياتي تحديدا لاهل البصره، راح يكون معي المطرب نجم عرب ايدل طبعا خلال اليومين الجايين باذن الله تعالى. ترى ناطرك هاو على الوعد، بس شفت اليوم شلون الاكشن قاعد يصير مع الفنانه ياسه. سامي ناجي طبعا من الاصوات الجميله اللي كانت في عرب ايدل. زين الحين انت طبعا قلت شنو روتينك، يمكن انا بسمع منك ياسه نصيحه وكلمه اخيره قبل ما نختم الفقره مالتنا اللي وصلنا لختام يعني برنامجنا خلف المجهر، ودائما نحب نسمع كلمه اخيره ونصيحه لكل المتابعين. اقروا صلوا، اقروا قران، يعني واظبوا على صلواتكم، اقروا قران. عارف هذه النصيحه وسالفه اقعد في البيت الكل قالها، لكن المهم انت شنو راح تسوي انت قاعد بالبيت، هذا مهم. سوي رياضه، طبخه. الا عبد الله طلعي، عبد الله طلعي اخرك سوي شكرا، يعطيك العافيه، لا تقصر. لا بعد عمر ياسة، انا فعلا ياسة استمتعت معاك اليوم فعلا بهذه يعني المداخلة، استمتعنا بالحلقة الحلوة الجميلة في فقرتنا كلها كاملة خلف المجهر، من ضمن الفقرات طبعا الخطوط الحمراء. انت كنت جريئة في يعني حواراتك، جريئة وصريحة وكنت جامبو، يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا، اي لاف يو وايد، احبك واحب كل متابعينك ومتابعيني. شكرا يا يا مان الله، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. متابعينا دائما انا كنت اذكركم في خلف المجهر، الضيوف اللي تبونهم سواء سيلبرتي اعلى، يمكن مسجات كانت تجيني حق المطربة سهيلة من الجزائر وتم التواصل معاها واعطتني الموافقة، وباذن الله ان شاء الله الايام الجاية قاعد ارتب، لان هي قالت لي ان انا
مشغولة أعتقد مرتبطة بأعمال معينة، فقالت إن شاء الله أوعدك يا عبد الله اليومين برتب معاك، وإن شاء الله سهيلة راح تكون معانا من الجزائر في فقرتي الجميلة فقرة خلف المجهر، وراح نسولف معاها عن كل شيء يخصها، وراح نسمع طرب وراح نستمتع. وأيضا كثير من المطربين اللي أنا موعدهم يعني كل يوم راح تشوفون في شغلات مميزة ويعني حلقات غير في خلف المجهر. يعطيكم العافية وشكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.